اهلا بيكم معانا مره تانية في برنامج التاسعه. شوف انا احب قد عناية كمواطن، يعني طول عمري احب انا المحافظ اللي بينزل بنفسه يعمل ايه، ششني يطب على غفله، يبص فجاه على حاجه ولا يكلم رئيس حي ولا يكلم شركه نظافه ولا يكلم شركه ميه ولا اي حاجه، ياخد بعضه ويروح هوب باصص. يا سلام سلم لما تبقى الدنيا زي الفل حاجه تفرح، بس كمان يا عيني عليه اللي يتقفش ويتظبط. سيادة اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية نزل على منطقة اسم المنتزه تاني وبدأ يتجول. لحضرتك شايفه ده صورة من الواقع لا تقبل الشك ولا التأويل. تيجي تقول لي يا عم يوسف ده احنا كنا فاكرينكوا دايما بتقولوا كل حاجة وردي 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 على رأي الأغنية الشهيرة إطلاقاً. سيدي المواطن سيدتي المواطنة، لما هيبقى في حاجة مش ولا بد هتلاقينا بنقول، وبالمناسبة الحاجة اللي مش ولا بد على طول بيتم التعامل معاها، الحاجة اللي مش مظبوطة على طول يتم التعامل معاها. واستأذنك انت كمان كمواطن قول لنا، مش هتخسر حاجة، قول لنا علشان في النهاية المحافظ الوزير اي مسؤول طول الوقت مش هيبقى قاعد عمال ماشي بيلف 24 ساعة، فأنت لازم تساعد المحافظ بتاعك، تساعد الوزير المعني، أساعده إزاي يا عم يوسف؟ قول يا فندم، بلغ بعد إذنك، ما تسكتش على حقك، لما نشوف الوضع بتاع المنتزه تاني يصل إلى هذا الحد، ده معناه إن إحنا المواطنين كبرنا دماغنا، مش معناه إن إحنا غلطانين، لأنه سيادة المحافظ لما نزل ما أقولكش على اللي حصل، الدنيا اتقلبت. وناس اتوقفت وناس اتحالت للتحقيق وتم التعامل بالمناسبة مع المشكلة بمنتهى السرعة. يعني خلوني هنا أرحب بسيادة المحافظة اللي هو محمد الشريف، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا زبير وأهلا بالسادة المشاهدين. إزاي صحة حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله. رمضان كريم يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك بالصحة والسلامة. ليه سيادة المحافظ نزل على المنتزه تاني مباشرة؟ وصلك إيه؟ الحقيقه النهارده يعني كان اليوم اول بدء الحمله القوميه للتطعيم شلل الاطفال، فكنا نازلين في المنتزه الثاني بندعو الناس لتطعيم اطفالهم. عندنا مستهدف حوالي 839 الف طفل في محافظه اسكندريه، وده عدد كبير جدا. وبعد ما خلصنا الحمله الحقيقه اثناء طريق العوده كنا راجعين من شارع الملك، وفوجئت بهذا الكم الرهيب من القمامة بشكل بشع. شارع طوله 2 كيلو، في اصلاحات وفي انتهينا من الصرف الصحي وانتهينا وبدأنا في هنبدأ في اعمال التطوير فيه، وعمليات الرصف هتتم فيه خلال شهر، لكن فوجئت بالصورة القاتمة السيئة اللي واضحة قدام المشاهدين. طبعا امر اسأني جدا، أنا نزلت من العربية ورفضت إن أنا أتحرك إلا لما أستدعي رئيس الحي وأستدعي الرصد البيئي وأستدعي مسؤولي شركة نهضة مصر. بدأ العمل فورا طبعا في جزاءات رادعة لجميع المسؤولين سواء في الحي أو في نهضة مصر أو في مسؤولي رصد البيئي في المحافظة، وأزالوا جابوا المعدات فورا وأزلنا كل الكميات القمامة والزبالة دي خلال عدة ساعات. لكن طبعا الوضع ده وضع سيء جدا. احنا الحقيقة بتقابلنا في منظومة النظافة على مستوى محافظة اسكندرية قدامنا معوقات كتير ومشاكل كتير، لكن خليني برضو من خلال برنامج سعادتك ان انا اطمن شعب اسكندرية. احنا عارفين في مشاكل وفي معوقات كتير جدا وفي اسباب كتير بتخلي الصورة السيئة دي، لكن احنا بصدد الحقيقه بروتوكول جديد برعايه السيد رئيس الوزراء شخصيا. احنا الشهر القادم عدلنا بروتوكول كامل لمنظومه النظافه في محافظه اسكندريه. وخليني اقول لك ببساطه جدا، يعني احنا عندنا عدد العاملين في نهضه مصر دلوقتي 2577 عامل، هيبقوا في المنظومه الجديده 6000 عامل، يعني اكثر من الضعف. المعدات المستخدمه للنظافه عندنا حوالي 423 معده، احنا هيكون عندنا 630 معده ومعظمها هيكون جاي من الخارج. عندنا الحاويات اللي بترفع القمامه دي 1200 حاويه على مستوى اسكندريه، هيكونوا 4200 حاويه في البروتوكول الجديد.
سيارات القلاب كلها والتروسيكل وسيارات المكابس والكباش والحاويات، كل ده هيتغير المنظومة بالكامل اعتبارا من نهاية 5 ان شاء الله. احنا البروتوكول تم، وخلينا اقول لحضرتك واقول لشعب اسكندرية الحقيقة المنظومة الجديدة هتكلفنا كتير جدا، مبالغ باخرة من 420 مليون جنيه في السنة دلوقتي لشركة النظافة هنبقى 720 مليون جنيه، مبلغ كبير جدا طبعا، زيادة 300 مليون جنيه خلال السنة عشان نرتقي بإسكندرية في النظافة أو في منظومة النظافة خلال الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله. كده يعني زيادة في هذه الميزانية 75% زيادة فوق الأصل. صحيح، الحقيقة رئيس الوزراء عقد معانا عدة لقاءات كنا احنا موجودين فيها، وشركه نهضه مصر التابعه للمقاولين العرب. الحقيقه الشركه يعني لا تألو جهدا، لكن عندها مشاكل كتير. احنا عندنا مشكله زي مشكله الفريزه اللي بيتجمعوا في كل الشوارع، وهم بيكونوا السبب في وراء هذا الصوره السيئه دي، وكان لازم علاج. يعني احنا من ضمن الاتفاقات او البروتوكول اللي هيتم ان هيكون الفريزه دول من ضمن العاملين في الشركه عشان يلاقوا عمل مناسب ليهم، ويبتعدوا عن صناديق القمامة اللي موجودة في الشوارع الرئيسية اللي كل يوم يقعد الفريز يفرز القمامة ويرميها في وسط الشارع، ما يشغلوش أي حاجة إلا إنه ياخد القمامة بتاعته أو ياخد الأنواع معينة من البلاستيك اللي عاوزها والكرتون، وعشان بيتاجر فيها ويبيعها لبعض التجار. طيب سيادة اللواء، يعني المذيع يدعي انه مذيع جوال، انا بلف على رجلي كتير وبحكم طبيعه حياتي فانا بتواجد في اسكندريه كل اسبوع، ومش بس اسكندريه يعني حتى في القاهره بتجول. الفريزه دايما بنسمع منهم جمله يا فندم، يعني انا بقعد اتكلم معاهم لانه طبعا اللي بيقعد يتناقش معاهم يا ويلو يا سواد ليلو، يعني بيلقى الامرين في المناقشه وفي سلوك غير جيد يعني او غير طيب، بس الواحد ليه دخلته يعني. فبيجوا يقولوا لنا ايه، او اتقال لي ايه بالظبط كده؟ قال لي انه انا مشكلتي ان المناطق بتاعه الفرز اللي معموله لنا بعيده جدا، وبالتالي ما بنروحش فبنضطر نفرز هنا. طبعا هقعد بقى اقنعه يهديك يرضيك افرز من غير ما تبوظ الدنيا ولا الدموع. هل في حل لمساله مناطق الفرز يا فندم؟ أكيد طبعا، حاطين الكلام ده كويس جدا في البروتوكول. احنا في مناطق فرز خصصناها في البروتوكول الجديد، يبقى الفريزة ينتشروا فيها يجمعوا اللي هم محتاجينه من القمامة بشكل قانوني وبشكل بالاتفاق والتنسيق مع شركة نهضة مصر، دون يعني ما يبهدلوا الشوارع. والمنظر اللي احنا شفناه ده، يعني انا قلت لهم وانا بتكلم في اللايف اللي موجود، اكيد دي منطقه فريزه، لكن لما رحنا احنا هناك في الحقيقه ما كانش في حد منهم موجود خالص. الشارع هنبدا فيه الرصف برضه عشان نطمن اهلنا في اسكندريه، ده شارع الملك وهو تابع لحي المنتزه تاني. أيوه. وده من الشوارع الرئيسيه، شارع طوله 2 كيلو وعرضه حوالي 45 متر تقريبا. هيتم رصفه خلال شهر ان شاء الله، هيبدا عمليات الرصف فيه، لان احنا انتهينا من عمليات الرصف، انتهينا من عمليات الصرف، وانتهينا مع عمليات رفع الكفاءه، وما بقيش لينا غير عمليه الرصف. خليني اقول لك ان الموضوع ده يعني مش متكرر، لكن عندنا في شوارع كتير جدا فيها مشاكل والناس بتبلغنا بيها، وبننتقل فورا بالتنسيق مع نهضه مصر وبنزيل كل القمامه دي. لكن ما ينفعش، ده مش حل، لازم احنا يبقى في منظومه جديده محترمه لعملية جمع القمامة. احنا مدينة ساحلية، مدينة هامة جدا، العاصمة الاقتصادية لمصر والعاصمة الثانية لمصر، فمش هينفع فيها المنظومة القديمة دي نهائيا. البروتوكول الجديد ده يتفعل من تاريخ امتى يا فندم؟ احنا انتهينا من البروتوكول ان شاء الله، ولكن لم يتم التوقيع عليه. خلال شهر 4 هنكون انتهينا ان شاء الله من كل الملاحظات اللي موجودة في البروتوكول، وهنبدأ بالفعل. ولكن خليني برضو أقول إن المعدات الجديدة اللي هتشتريها شركة نهضة مصر دي من الخارج، فإحنا مدين لنفسنا مهلة 3 شهور
لحين انتهاء شراء جميع المعدات عشان نبدا عمليه المنظومه الجديده بالكامل. مش هينفع انا احاسبهم دلوقتي بالمعدات القديمه. المعدات الجديده واخدين وعد من خلال 3 شهور إلى 6 شهور يتم شراء جميع المعدات اللي متفقين عليها عشان نبدا في المنظومه بالفعل. وخلينا اقول لك حاجه مهمه جدا برضو تهم شعب اسكندريه. منظومه النظافه اللي احنا شغالين عليها دلوقتي كانت بتاخد حوالي 2 الحدود الاداريه لمحافظه اسكندريه. المنظومه الجديده بقى داخل فيها جميع مدينه اسكندريه بحدودها الاداريه بالكامل، ما فيش منطقه مش هتكون خاضعه لمنظومه النظافه مع شركه نهضه مصر. مش هيبقى في مثلا نقول في العمريه لا مش داخله في ضمن الحدود، لا المنطقه دي مش داخله من ضمن الحدود، لا اسكندريه بالكامل داخله في المنظومه الجديده. كله كله بالتوفيق. طب عندي طلب يا فندم. اتفضل يا فندم. منطقه شوتس وظهر سان ستيفانو والحته دي اظنها تحتاج رصفة يا فندم، الشوارع هناك مش مدغدغه، الشوارع صعب قوي قوي، يعني عايزه جرار يمشي فيها، اظنها محتاجه صرف، محتاجه رصف. كلام حضرتك صح 100%. خليني اقول لك احنا من ضمن المشاكل اللي عندنا في اسكندريه احنا عندنا كميات الامطار الغزيره جدا اللي معروفه، احنا مش شفناش نواه تستمر لغايه الايام اللي احنا فيها. احنا من يومين كان عندنا نواه تقيله جدا وكميات امطار غير عاديه. كميات الامطار دي بتنزل، انا اتكلمت في الطاقه الاستيعابيه بتاعتنا، الكميات الامطار 5 أضعاف و10 أضعاف الطاقه الاستيعابيه، وبناء عليه كميات الامطار دي احنا بنشيلها بعربيات الصرف الصحي وبمساعده المنطقه الشماليه والقوات البحريه وشركه الميه. كل ده الميه احيانا بتقعد يا يوسف بشهر فوق الرصف. ودي ميه صرف صحي عامله زي اسف الصودا الكاويه، اسد طبعا، بتبهدل الرصف بشكل بشع. صح. مجرد انتهاء النواه انا عندي اسكندريه كلها بالكامل عاوز تتبسط. انا السنه دي راصف شوارع اسكندريه ب 811 مليون جنيه وما كملتش ولسه. الحقيقه عمليه صعبه جدا، الشوارع بتتبهدل، بيبقى فيها حفر نتيجه كميات الامطار الغزيره ونتيجه بقاء الميه اللي هي ميه صرف صحي موجوده في الشوارع نتيجه كميات الامطار دي، فبتعمل لي مشاكل، فبتكسر الشوارع، بعيد الرصف من جديد، فمحتاج ميزانيه كبيره اكتر. والكلام ده الحقيقه مع الساده النواب ومع السيد رئيس لجنه الاداره المحليه احمد بسجين اتكلمنا كتير في الموضوع ده، ان احنا عاوزين نزود الميزانيه الخاصه بالرصف لشوارع اسكندريه، لان انا كل سنه اكاد اكون عاوز ارصفها من جديد. يعني يا مسهل الحال، القصه كلها عند مجلس النواب، نساعد مع حضرتك في القصه دي يا سياده المحافظ. انا بشكرك جدا، شكرا جدا سياده اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه.